مساء الخير على كل مشاهدين قناة اتش بي سي الصحة والجمال، برنامج آخر الكلام. آخر الكلام يمكن سهركم شوية، يمكن بيسهركم كل اثنين وخميس، إنما بيكون في مضمون آخر الكلام في كل الأسبوع. ده المهم عندنا، عندنا فقرات كتير، عندنا احتياجات كتير محتاجها كل بيت مصري. برنامج بنقدمه طوال الأسبوع، الاثنين والخميس من كل أسبوع، أنا وزميلي الصحفي ومدير تحرير الجمهورية الأستاذ محمد العزاوي. مساء الخير يا محمد. مساء النور إبراهيم، مساء النور على أعزائي المشاهدين، كل سنة طيبين. وإحنا النهاردة في حلقة جديدة من آخر الكلام، عندنا حاجات كتيرة هنقولها لكم، ملفات كتيرة هنتكلم فيها، وقضايا كتير هنتكلم فيها. طيب نبتدي بالشغل الشاغل زي ما بيقولوا لكل بيت مصري، احتياجات العيد، لبس العيد، الخصومات، الاوكازيونات، الخصومات واصله لفين. قلنا دايما نسال اصحاب الشأن، مش عشان نطول في الجزئيه دي بالذات، سالنا اهل مين معانا. معانا ايمن حسام، مساعد وزير التموين لشؤون التجاره الداخليه. اهلا بيك ايمن بيه. ايمن منورنا. وكنت عايز حياتك سامعني كده يا استاذ ايمن؟ سامع حضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك. وكنا بنتكلم على موضوع الاوكازيون الصيفي، وكم محل مشارك معاكم وبداتوا ايه، وممكن حضرتك تقول لنا على تفاصيل اكتر بالنسبه للموضوع ده. تحت امر حضرتك. طبعا احنا بنتكلم عن فتره التخفيضات الحاليه اللي خاصه بالاوكازيون، بعيدا عن موضوع المبادره اللي هي ما تغلاش عليك. احنا بنتكلم عن الاوكازيون السنوي او الموسمي العادي. تمام. الفتره الاوكازيون تبدا من 23/7 وتنتهي المفترض في 23/8. بيبقى لكل محل له الحق ان هو ياخد اسبوعين تصريح باقامه اوكازيون، وممكن يجددهم مره ثانيه. لحد دلوقتي رغم ان احنا تقريبا في رابع يوم، لكن المشاركات وصلت لحوالي 1200 محل. 1200 في رابع يوم. وده الحقيقه كان متوقع ان يكون في اقبال كبير على الاول. اسالك ام بي، انت قلت 1200، من اجمالي كام محل من المتوقع؟ عاده بنستهدف في حدود من 3700 ل 3800 محل كل سنه. الاقبال اللي انت شايفه قليل السنه دي بسبب احداث كورونا وال لا بالعكس، الاقبال مش قليل خالص. كرابع يوم ويكون معانا العدد ده، لا ده اقبال جيد جدا. عاده بيكون في اول اسبوع بيبقى الناس لسه بتحضر نفسها، ما بيوصلش الاعداد لكده. بالاضافه ان احنا عندنا مبادره ما يغلاش عليك، في ناس كتير مشاركه فيها، فلا الاقبال جيد جدا. بالعكس احنا نتوقع السنه دي موسم جيد جدا، وتصفيات جيده وكازيون جيد، سواء من حيث الخصومات اللي هتمنح من قبل التاجر للمستهلك، او لاقبال المستهلكين برضو، لانه فتره الاعياد. والحقيقه برضو الاوكازيون دي بعد فتره كان فيها الحظر الجزئي، او مساله يعني المكافحه ضد هيئة انتشار كورونا، خلت الناس الحقيقة عندها شرح دلوقتي انها تخرج الشوارع تبتدي تتسوق، خصوصا بعد قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بفتح المحال التجارية، المحلات التجارية لحد الساعة 10 مساء. الحياة بتعود لطبيعتها، التجار مقدمين خصومات جيدة جدا السنة دي، في التزام كبير جدا لحد دلوقتي. مثلا المخالفات اللي رصدناها خلال الأربع أيام اللي فاتوا محدودة جدا بالمقارنة لكل سنة. اتصور ان شاء الله ان احنا هيكون عندنا موسم جيد. طبعا ده ما يمنعش من بعض المخالفات اللي بيتم رصدها وبتعامل بمنتهى. انت رحت لسؤال مهم جدا بمناسبه المخالفات دي. النهارده في لجان من وزاره التموين بتراقب الخصومات والتخفيضات دي ولا حقيقيه؟ لان في ناس بتحط يعني بيحطوا خصومات ومش حقيقيه، هو ده اللي عايزين نعرف ازاي بتتابعوه. ده المخالفه دي اسمها مخالفه اوكازيون وهمي، ودي مخالفه جسيمه لانها بتبقى عباره عن مجموعه مخالفات مركبه، اللي هي مخالفه البيوع التجاريه الاوكازيون الوهمي، مخالفه الغش التجاري، مخالفه بيع اكثر من السعر المعلن. هي مجموعه مخالفات اجماليها بيمثل مشكله كبيره جدا لاي حد مغامر
يعني تساوي له نفسه، انه يخدع المستهلك بدل ما يبيع منتجه بشكل شرعي. فطبعا ده بيتم من خلال مرور سواء دوري او بشكل عشوائي او من خلال شكاوى المستهلكين، وده جزء مهم جدا ويهمني ان انا يعني الفت نظر مشاهدينك الكرام انه اي حد بينزل يتسوق هو رقيب في حد ذاته، رقيب باتصاله بينا. طب هو في خط ساخن بهذا الشأن يعني موجود في الوزارة لمتابعة الشكاوى بهذا النوع؟ ده اللي انا كنت لسه هقوله حالا، بانه يتصل برقم شكاوى مركز معلومات مجلس الوزراء على 16 5 28، او يتصل على ارقام جهاز حماية المستهلك 19 5 88. هيلاقي رد فعل سريع جدا، والشكوى بيتم التحقيق فيها في خلال 24 ساعة بحد أقصى. لكن يهمني جدا وبرضو أحب ألفت نظر مشاهدينك الكرام إنه الاحتفاظ بفاتورة الشراء مهم جدا جدا. شروط الأوكازيون عشان الناس تبقى عارفة بالنسبة لهم هو إنه السعر يكون ما قبل الأوكازيون معلن وما بعده معلن، وده يا إما كان في الشكل التقليدي زمان كان بيشطب على السعر وبيكتب السعر الجديد، وما زال في بعض المحلات بتعمل كده، وفي بعض المحلات اللي بتستخدم او المميكنه بالكامل بتطلع ستيكر او ملصق بتحطه فوق القطعه، الملصق القديم بيبقى باين السعر ده قبل وبعد. والحقيقه نسبه الاماكن المحدثه او المميكنه في مجال تجاره الملابس الأحذية والجلود وهذه الأشياء الحقيقة نسبة عالية، فبتمكننا بسهولة جدا بالنسبة للرقيب إنه يرجع شهر سابق عن الأوكازيون ويشوف الرقم الكودي للقطعة ويراجع سعره كان قبل الأوكازيون إيه وبعد الأوكازيون يعني إيه. مسألة الحصر سهلة. طبعا مسألة الرقابة دي مسألة يعني احنا مدربين عليها بشكل جيد جدا، وكل زملائنا في إدارات التجارة الداخلية في كافة المحافظات مدربين عليها بشكل جيد وبيقوموا بيها. لكن الحقيقة ان برضو نقدر نطمن مشاهدينك الكرام انه المخالفات في الحصار، احنا النهاردة الأوكازيون الوهمي ده لا يمثل ظاهرة على الإطلاق، نسبة الأوكازيون الوهمي لا تتجاوز من 3 ل 4% من عدد المشاركين. السنة اللي فاتت على سبيل المثال لم تتجاوز عدد مخالفات الأوكازيون الوهمي ما بين أكثر من 3700 تاجر حوالي 128 129 مخالفة، يعني متوسط تقريبا 3.5%. ده برضه أنا شايفه رقم قليل، إنما خليني أسألك سؤال مباشر. النهارده بنتوقع وصولهم ل 4000 مشترك في الحملة نفسها في الاوكازيون، كلام مظبوط؟ 3700 3800 يعني ما يعادل ما يقارب مثلا، يعني ما يقارب. هل عندنا لجان مراقبه بتعدي يوميا على كل المحلات بكل المناطق في مصر؟ طبعا ما فيش عدد كبير، خد بالك سيادتك، عدد كبير من المحلات على العدد ده، لكن عموما الاليات الردع ما بتبقاش ان يمر على كل المحلات بشكل دوري، والا ما يبقاش رقابه كده اصبح تفتيش رقابه. صح، انما الرقابه بتختار عينات عشوائيه، بتختار الاسواق المعروفه، بتتتبع اي شكوى من خلال الساده المواطنين. لكن برضه احب اطمن حضرتك ان احنا لدينا في وزاره التموين والتجاره الداخليه من مفتشي التجاره الداخليه اكثر من 4600 مفتش، برضه علما بان الساده المفتشين من زملائنا يقوموا باعمال مختلفه، ليست فقط الرقابه على الاوكازيون، لكن متابعه الاسواق، متابعة أسعار السلع، متابعة منظومة الخبز، متابعة السلع التموينية. الحقيقة هم برضو بيقوموا بعمل يعني في جهد شاق عليهم، إلا إنه الأوكازيون كمناسبة مهمة جدا وبتهم المستهلك المصري والمواطن وبتشعله بشكل من أشكال السعادة والرضا إن هو يقدر يشتري سلعة أو حاجة لأولاده ما كانش قادر يشتريها في فترة ما قبل الأوكازيون. فده بيخلينا دايما نبقى حريصين عشان إن احنا نضمن إن تصل له فعلا السلعة بالسعر والتخفيض، التخفيض يوصل له في الوقت المناسب زي ما بيقولوا. بالظبط. طب خليني أسألك سؤال مباشر، العقوبات، أنت قلت لي العقوبات رادعة والمخالفة جسيمة
وهي يعني تشمل كذا مخالفة في بعض، العقوبات تصل نعم. لإيه؟ بص، لما بنتكلم على مجموع العقوبات، أولا في عقوبة مالية ممكن تصل يمكن ل 10,000 جنيه وأكثر، بخلاف مصادرة السلع ودي هي الأخطر. وفي عقوبة جنائية في بعض القضايا اللي اتكلمنا عنها اللي هي الغش التجاري وما شابه، تصل إلى الحبس للأسف. وأنا ما أحبش أقول إنه إن إحنا نضطر في محاضر التموين ان هي بتروح نيابه امن الدوله العليا، لكن اكيد ضعاف النفوس والمغامرين والدخلاء على هذا المجتمع الراقي، مجتمع التجار في مصر، لابد ان هم يحاسبوا ويبقوا عبره لكل من تسول له نفسه خداع المستهلك. وده دورنا، لان في الاخر وزاره التموين صح، حريصه كل الحرص على مصلحه المستهلك المصري. توصل المستهلك الخدمة. ده حقيقي. طبعا مبادرات وزاره التموين في مساله ضبط الاسعار واتاحتها، اتاحه المنتجات والسلع للجمهور، لا تقف عند حدود السلع الغذائيه فقط، لكن احنا بنتعامل مع كافه السلع، بنتدخل بكل الاليات الموجوده والقوانين والقرارات الوزاريه اللي تمكن وزاره التموين انها توفر لاهالينا من المواطنين السلعه بشكل جيد وبسعر مناسب. والحمد لله اعتقد انه احنا حاليا بنعيش او بنمر بمرحله جيده من رضاء المواطن في مصر عن الاسعار في مختلف المجالات، خصوصا مجالات السلع الغذائيه اللي اتحقق فيها ده استقرار حقيقي، كبير ده جدا. حقيقي، ده حقيقي. وده بفضل فكرة الله سبحانه توفرها وتعالى. لوحده في حد ذاته ده استقرار، توفر السلع الحقيقه كان الأهم كمان للمواطن. الحقيقه يا فندم في علاقه مباشره ما بين توافر السلعه وسعرها. طول ما كان العرض اكثر من الطلب، طول ما كان في استقرار في الاسعار او اتجاه للنزول، عامل والعكس المنافسة، بالعكس. عامل المنافسة يعني بي هو بي ده بيخلق طبعا بيخلق حالة. ده صحيح. أنا عاجبني الإجراءات اللي الوزارة واخداها، ونتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية الأعداد بتاعة المحال المشاركة في الأوكازيون تزيد، والسنة الجاية يتم دخول محلات أكتر وأكتر. بنشكرك يا أيمن خليني بيه. أسألك أيمن بيه في النهاية، قد يمتد الأوكازيون لمدة قد إيه تاني؟ والله إحنا بننتظر تقارير اللي بتيجي من متابعة الأسواق ومن الاتحاد العام للغرف التجارية، اللي بيستطلع رأي الشعب الملابس اللي موجودة في مختلف المحافظات. إذا هم طلبوا مد الأوكازيون فبيبقى أحيانا بنمده 15 يوم، ممكن بنمده أكتر، ده حسب حركة السوق. لكن في النهاية شركائنا من الاتحاد العام للغرف التجارية هم اللي بيطلبوا المد أو عدمه. لكن عادة الحقيقة عادة من السوابق انه الاوكازيون بيتم مده تقريبا 15 يوم كمان. تمام بنشكر تمام سيادتك المستشار أيمن حسام مساعد وزير التجارة الداخلية، وبنقول لك كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضراتكم طيبين. ويهمني الحقيقة وانا بهني كل مواطنينا في مصر ان انا برضو اطمنهم على توافر اللحوم بصورة جيدة جدا جدا هذا العام، بأسعار تقريبا نفس الأسعار بتاعت العام السابق. تقريبا مظبوط. في عجالة كده برضو أحب إن أنا أقول لهم إن إحنا بنوفر اللحوم السوداني الجيدة جدا بسعر 85 جنيه للكيلو. الكيلو ده كيلو ايه؟ لا حدد لنا عشان انا بقى متابع عايز اعرف الاسعار. بتلو ولا ضاني ولا كندوز؟ الكندوز السوداني تمام سعره، احنا طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان البتلو حاليا ممنوع ذبح البتلو بالنسبه لنا احنا في مصر. مظبوط. ايوه لا ده في منع وتجريم لمنع لذبح البتلو، لكن بالنسبه للحوم السوداني الكندوز، وهي الحقيقه لحوم سنها متوسطه جيد جدا، ما تعتبرش كبيره خالص بالمره، لان طبعا زي ما حضراتكم كلكم عارفين المراعي في السودان جيدة جدا وبيبقى عندهم وكتير او هم معتمدين على الموضوع ده، فلما بيذبحوا ما عندهمش مشكلة. نعم احنا بنذبح هنا برضو عشان الناس تبقى عارفة، الذبح بيتم عندنا في مصر، بتوصل اللحوم طازجة للمجمعات
الحقيقة إن اللحوم السوداني حققت لا انا عايز اسالك سؤال، انت اثرت جزئيه مهمه جدا يمكن بره سياق الملابس والشان اللي اتكلمنا فيه، انما ده سؤال مهم، هو اللحوم السوداني بتيجي العجول وبنذبحها هنا؟ في الغالب. أيوه يعني في الغالب أو بنسبة أكتر من 80% هي بتجيلنا حية عشان نتأكد من خلوها من الأمراض تماما وتعدي على الحجر البيطري، وفي نفس الوقت عشان ما يتمش تبريدها أو تجميدها بحيث إن هي توصل للمستهلك طازجة زيها زي اللحوم البلدي بالظبط. امال ليه مسمينها مستورده؟ مستورده واشاعه انها مستورده، ده كده تبقى لا عاديه زيها زي البلد. هي زي البلدي تماما. بالعكس الحقيقة في النهارده جزء كبير أو قطاع كبير من المستهلكين بيفضل اللحوم السوداني، لكن اللي حضرتك بتتكلم عنه ده عادة بيكون يعني في بداية دخول منتج للسوق بيبقى فيه مقاومة، وطبعا الكلام ده احنا تجاوزناه لأن اللحوم السوداني موجودة معانا بقالها أكتر من 6 7 سنوات في مظبوط مصر، مظبوط. وبيتم فبالتالي توزيع اللحوم تجاوزنا. دي يا فندم في المراكز اللوجستية، مظبوط؟ يعني في مراكز لوجستية في كافة المحافظات. يعني أخليني يعني أسميها بتسمية أبسط شوية من ايوه انا طيب لسه هو كنت عليها. عايز اقول بالفعل أيوه عشان لوجستيه صعبه. اللوجستية صعبة فعلا. المجمعات الاستهلاك، صح المجمعات كده، بتاعتنا اللي هي الجمعية، مش يعني الجمعيات الاستهلاكية الاستهلاكيه والعربيات الخاصه اللي موفراها القوات والسيارات المسلحه. والسيارات المتنقلة، الأسواق بالظبط، الاسواق المتنقلة، المتنقله دي. واحنا نمتلك أكبر شبكة توزيع في مصر تمتلكها وزارة التموين من خلال أكثر من 40,000 منفذ بيغطوا كافة أنحاء الجمهورية. طبعا اللي بيقوم بتوزيع اللحوم هم حوالي أكثر من 1200 منفذ اللي هي المجمعات الاستهلاكية، ده رقم ضخم قوي. بالإضافة للسيارات. طبعا هي أكبر شبكة بتاعة توزيع موجودة في مصر وفي الشرق الأوسط عموما. الحاجة التانية إن إحنا عندنا الخراف المذبوحة السوداني متوفرة الكيلو بسعر 90 جنيه عندنا مذبوحة السعر ب 90؟ لا خليني أسألك، هو مذبوح أيوه هي بتيجي يعني ما نقدرش نشتري منها خراف حية للأضحية؟ في منها خراف حية بلدي الكيلو بكام موجودة بقى؟ قائم ب 58 جنيه، اللي هو إن أنت حلو، ده بتهاجم على المتوسط، ده الكيلو. المتوسط الحقيقي في السوق. حلو جدا. ده 58 أنا جنيه كنت عندنا، بختبر لكن الجزار بتاعي بس. لا هو احنا بس المرعى عندنا الحقيقه مختلف شويه، مفيش اي تحايل في عمليه الذبح ولا زياده ولا ياكلوا الخراف ملح عشان تشرب ميه، ولا الحاجات اللي صح، هي حيل حيل صح. الخدع اللي بيقوم بيها بعض يعني التجار. لا طبعا احنا بنتعامل مع منتج ومع موردين محترمين جدا، وحاجه وكل الخراف اللي بنجيبها الحيه جايه مكشوف عليها بيطري بشكل جيد جدا، خلوها من الامراض، سنها صغير. يعني انا مش عايز اعزز قوي في المنتج بتاعنا لا لكن لازم الناس نعزز، متعوده عليه، لا لازم نعزز الناس المنتج متعوده بتاعنا، ده عليه. منتج مصري 100%. تمام. ده انا اتفق معاك 100% في ده. تمام. واحنا عندنا السنه دي 65 شادر للخراف الحيه، عندنا الخراف البلدي المذبوحه الكيلو ب 100 جنيه طب انا عايز اسالك وعم. بقى، ده سؤال مهم جدا، معلش يمكن بنطول عليك شويه، ال 65 شادر دول موجودين فين؟ في كل المحافظات؟ مكتوب كل عليهم يافطه المحافظات ايه؟ شادر، يعني بيبقى شادر عليه في خراف حية أمام في الأماكن يعني حضرتك لو دخلت على موقع الوزارة تقدر تشوف المواقع كلها طب اللي هم كويس، فيها محدد شوادر. على موقع الوزارة. يا فندم. طب ده كلام جميل. الحاجة التانية احنا عندنا الحقيقة اللحوم البرازيلي، ودي بقى المستوردة المجمدة اللي حضرتك بتتكلم عنها، دي ايوه لحوم مجمدة ودي متوفرة بسعر 65 جنيه. حلو جدا يعني 65 وعايز جنيه. اقول لحضرتك ولمشاهدينك الكرام ان كل الفنادق وكل المطاعم بتستخدم اللحوم البرازيلي المجمدة انا اظن كده عشان بالفعل. الناس بتتصور ان اللحوم المجمدة دي كذا. لا برضو اللحوم طب انا اقول المجمدة لك خلي مفارقه، انت بتقول المطاعم، من اشهر مطاعم بدون ذكر اسماء، اشهر مطاعم في مصر للمشويات بتستعمل نفس اللحوم المجمده. جودتها عالية جدا ونظيفة يعني للناس. الحقيقة برضو حصلت على نصيب كبير جدا من رضا المواطن في مصر وبقت ليها يعني وجود في السوق وحققت توازن. الحقيقة طبعا
مسألة توفير الفرايتي دي أو التنوع في العرض المنتجات صح لإرضاء أكتر من ذوق للعميل، علشان يبقى عنده حرية في الاختيار، وعشان نعزز الجزء اللي حضرتك تفضلت بالإشارة ليه اللي هي المنافسة. صح إحنا كمان بنفتح أسواق مختلفة للحوم السوداني، للحوم البرازيلي، للحوم المصرية، للحوم المحلية، بحيث إن يبقى في المستهلك عنده تنوع يقدر يختار الحاجة اللي تناسبه، والمنتجات متوفرة طول السنة، وخلال عيد الأضحى متوفرة بكميات أكبر بكتير جدا عشان تستوعب كل صح احتياجات السوق. صح أنا مش عايز أطول بشكرك على حضراتكم. بشكرك ايمن بيه، وبقول لك كل سنه وانت طيب. اللي استفدناه من المكالمه ان انا عرفت هشتري الاضحيه منين. كل سنه وانت طيب، وعيد اضحى سعيد عليك. كل سنة طيب أيمن بيه، كان امر مهم وشان مهم حلو جدا. جدا، وحاجات واجراءات لا فكره وتوفير، دخوله معانا كمان توفير في حاجات سياق كتير. اللحوم والخراف، ويعني الشغل الشاغل، مظبوط عيد اللحمه مظبوط، كنا بنسميه كده عيد اللحمه. صح. مظبوط، عيد اللحمه هو عندنا عيد ايه اللحمه تاني يا عم؟ بالظبط. بص، هنتكلم على فيديو كده تم تداوله مع نشطاء على الفيسبوك لواحد مصري شغال في الكويت، وهو بيبيع الحاجه جه مواطن كويتي احتدم عليه، اتعامل معاه باسلوب غير لائق. اللي عجبني هنا بقى تصرف الدولة المصرية مع مواطنيها بره، مع رعاياها بره. وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، من بعد ما جت تحس ان بقى في يعني في دايما متابعة للمصريين في الخارج، مشاكلهم متابعة. السفارة رفعت قضية على المواطن الكويتي ده، خد بالك يا ابراهيم، علشان وتحولت لجنحة. رد فعل يعني رد انت جميل. قلت لي رد فعل الدولة كان فارق معايا جدا. فكرة هيبة الدولة وان المواطن المصري ليه كيانه وليه احترامه وليه ادميته في اي بقعة من بقاع الارض زي ما بيقولوا. هي حالة ما اظنش انها مش هتتكرر، بالعكس حالات بتتكرر بنعيش فيها، المهم يكون عندنا رد فعل قوي. هذا شأن الحياة، وهيفضل حالات تتكرر لمصريين بالخارج أو لأجانب بالداخل وهكذا. يعني ضعاف النفوس موجودين في كل دول العالم، المهم تصرف الدولة هو اللي بيحسسك بالاطمئنان. بالظبط، خليني أروح لباقي فقرات برنامج آخر الكلام، ما طولش على الناس. كان عندي أمر مهم جدا من الأمور اللي بنتكلم عليها وشق مهم جدا، وهم أهل الهمم. صح كده؟ ذوي الهمة، مظبوط. أنا شايفهم فعلا كلمة على حد وزنها. هم ليسوا ذوي إعاقة، بالعكس، وليسوا متحدي إعاقة. أنا شايفهم أصحاب همم فعلا. الفقرة لاقت قبول بالنسبة لنا رهيب. عندنا كتير جدا من الحالات ناس إيجابية بشكل لم ولن نتخيله. بتغير تفكيرك، بتخليك يعني تحس إحساس إيجابي في رهيب. أمل، في أمل كمية برغم طاقة كل إيجابية العار. شفناها في الناس، كمية سعادة بإحساسهم بإن إحنا معاهم. كل الأمور دي خلتنا عايزين نخصص وقت أكبر وأكبر. يمكن لو خدوا كل البرنامج ما عندناش مشكلة. مظبوط. فكرة إحساسنا بإن إحنا موجودين معاهم وهم كمان تواجدوا معانا خلانا فكرنا إن إحنا نعمل صفحة خاصة بيهم. وإدارة أمورهم ومحاولة التواصل الدائم معاهم. في كتير منهم ما عندوش احتياجات يا جماعة، ما عندوش طلبات من الدولة، إنما عايز عين الدولة تقف معاه، عايز الدولة تشوفه وتقول له أنت موهوب في مجالك وناجح في مجالك وإظهر معانا. كان معانا حالة من الحالات دي، معانا طفلة أجمل ما رأت عيني، موهوبة. يعني الطفلة اسمها سارة أحمد، يعني طفلة موهوبة بتلعب مزيكا، بتلعب على البيانو بشكل رائع يا إبراهيم، رائع. يخليك انا وانت شفت الفيديو جسمي اشعر. انا بجد يعني حسيت ان يعني مهما كانت العوائق، مهما كانت الازمات، لسه في امل، ولسه في، طالما انت عايز تنجح، عايز توصل هتوصل، عندك عزيمة وعندك اصرار على النجاح هتنجح. يمكن صورها معانا وظاهرة على الشاشة. بنت بالنسبة لي لما حد يخلق لك طاقة إيجابية ويخلق لك أمل في الحياة وفي الدنيا، أنا ما شفتش جمال إلهي بعد كده. ربنا وهبها جمال وسماحة
وطيبه نفس ما وهبهاش لغيرها من المعافين. خليني اخد اتصال من والدة سارة. والدة سارة تواصلنا معاها وهي ست جميلة. خليني اسال كده زمايلنا، استاذ وليد معانا والده ساره ولا لا؟ لسه مجهزه اهي. معانا مين؟ استاذ عمرو حسن. عمرو حسن عمرو بيه تبع رئيس غرفه الملابس الجاهزه. كنا بنتكلم برضو عن المبادره والاوكازيون، فيعني لغايه ما يحضروا الاتصال مع والده ساره احنا ممكن ناخد استاذ عمرو حسن علشان نتكلم على الملابس الجاهزه ومبادره ما يغلاش عليك، لان الرئيس اطلق يوم الاحد اللي فات مبادره مهمه جدا، 200 جنيه للمواطن في بطاقه التموين بحد اقصى 1000 جنيه لكل اسره. هنا بعد ازمه فيروس كورونا الدوله بتحفز الانتاج المحلي والمصنعين، وده كله بيصب في صالح المستهلك. معانا الاستاذ عمرو حسن. مساء الخير يا عمرو بيه. مساء الخير اسبوعين، مساء الخير ضيوفك الاعزاء، واهلا وسهلا والساده المشاهدين محضرتك. مسهرينك وبنعتذر لك الاول. نعم مسهرينك وبنعتذر لك. لا لا تحت امرك. عمرو بيه كنت عايز اقول لك على حاجه، في سؤال بالنسبه للملابس الجاهزه وشعب، انت حضرتك رئيس شعبه الملابس الجاهزه بالغرفه التجاريه للقاهره. بالظبط. انا دلوقتي عايز اسال حضرتك على انتوا عملتوا ايه في المبادره، بتنفذوها ازاي، التفاصيل ايه؟ طيب خلينا الاول نتكلم على قطاع الملابس ونرجع لحته المبادره دي. لا انا احنا مهتمين بموضوع المبادره وموضوع ال 200 جنيه، يعني يمكن الاستفسار عايزين نفهم موضوع ال 200 جنيه ده لكل مواطن. طيب هو خلينا نقول ان المبادره اللي عملها المبادره تحفيز المنتج المصري اللي عمله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوله طبعا رئيس الوزراء، هو فكره المبادره تنشيط العمليه التجاريه في مصر. هتبقى عن طريق بطاقه التموين. أيوه. النهارده يقدر المواطن بدل ما كان بيروح ياخد سلعه تموينيه، لا يقدر النهارده ياخد غساله، ثلاجه، ملابس، اي حاجه من اللي هو خلاص الدوله اديته فلوس يستغلها زي ما يستغلها، اديته دعم يستغله زي ما يستغله. ما حجرتش عليه يعني. عن طريق اللي هو التحويل الالكتروني اللي نازل، التحويل الرقمي اللي هو اللي كانت متبنياه الغرفه التجاريه للقاهره بقياده المهندس ابراهيم محمود العربي. طبعا احنا النهارده كله بدا يركب اجهزه المكن المميكن بحيث النهارده يقدر يخصم من البطاقه. بيخصم من البطاقه فوري. هو ما بياخدش في ايده فلوس، هو بيبقى مش ليكويد ماني، مش فلوس سايله يعني. لا مش فلوس سايله. ايوه بالظبط. هو الافاده فيها ايه؟ تنشيط العمليه التجاريه في المحلات التجاريه. النهارده حضرتك نازل تجيب قطعه ملابس، تقدر تخش تجيب بدل القطعه 2 و3 و4 و5، صاحب المحل بياخد فلوسه كاش عن طريق البنك، تمام؟ والمواطن بيستفاد بالدعم بتاعه. اسالك بس على المبادره عمرو بيه، في هنا نقطه، المبادره دي للكل، للمصنع والمستهلك والدوله بتدعم الاثنين. واحنا هقطع حضرتك. ايوه. احنا كمصانع وكشركات وكمحلات ستورز موجوده في مصر مقدمه كل الدعم بالخصومات واصلين لغايه 70%. دعم المبادره اللي عملها سياده الرئيس. حلو جدا. والكلام ده بدا بالفعل، احنا في ناس بدات تملى على الصفحات الالكترونيه اللي عاملاها الوزاره، تمام؟ وفي ناس بتسجل كتابه. اللي ما عندوش مكن النهارده، النهارده احنا بيقدموا المكن مجاني. مين اللي بيقدمه مجاني؟ الوزاره. وزاره التموين. وزاره التموين بتدي كل محل تجاري عنده رخصه وعنده نشاط تقول له خد المكنه بتاعتك. بتدي له المكنه اللي هي اللي عامله المكنه كانها مكنه فيزا عاديه خالص. بالظبط بالظبط. هو كارت التموين، بطاقه التموين بتدخل في مكنه الفيزا دي عادي؟ بالظبط. وتخصم ويشتري اللي هو عايزه. وتخصم ويشتري اللي هو عايزه. بيقدر المواطن يجمع عليها 1000 و2 و3. انا تاجر، انا تاجر وعندي مصنع ملابس، في الحاله دي
انا النهارده محلي بدل ما كان بيبيع ب 1000، لا انا هبيع ب 10 صح ب 15، صح فهيحصل عمليه رواج، عمليه بيع وشراء في السوق، هيحصل في تحسن اقتصادي الفتره الجايه. لا لا، انا شايف ده يعني نظرة ايجابية يا عمرو بيه جدا من وزارة التموين، خاصة في انها تتيح طبعا احنا الفرصة. بنشكر الدكتور علي الفلحي طبعا، صح مسؤولين عن القائمين صح عن العمل بالكامل في وزاره التموين والتجاره الداخليه، ونشكر برضك الدكتور بنشكر المهندس ابراهيم محمود العارض. خليني اسالك دون الاسماء ودون الخوض الاسماء، فكره المؤسسه نفسها ونجاحها وتطورها هو ده اللي يفرق معانا على ارض الواقع. هو بشكل عام المنظومه كلها بالظبط، النهارده، منظومه ناجحه. النهارده بقت ناجحه، البلد بالظبط داخله على انفتاح، انا شايف صح في انفتاح صح بعد ازمه الكورونا دي، انا حاسس كل المنتجات المحليه داخله بقوه. باذن الله. عنصر مظبوط المنافسه، عنصر المنافسه، طبعا طبعا طبعا، وهو الموسم صدقني موسمكم اليومين دول في الملابس الجاهزة، أنا عارف دخلة عيد وزادت صدقني، احنا النهارده صناعة بديلة، صح احنا صح النهارده بقى في منتج محترم، صح حضرتك هتلبس بدلة جميلة صنعة في مصر. حلو صح جدا، والعدد بيزيد، المشاركين في المبادرة دي بيزيد، العدد بيزيد جدا، احنا واصلين تقريبا دلوقتي لحوالي 3000 مشترك دلوقتي. ده حلو كلام جدا، جميل، حلو بنشكرك جدا. عمرو بيه، ويعني يمكن اختم لقائي معاك بكلمة صنع في مصر، كلمة كانت مهمة جدا قفلت كل الكلام في هذا النطاق، صنع في مصر، كلمة لازم نهتم بيها الفترة اللي جاية لأن هي الأمل، الأمل في الصناعة، في الزراعة، في الإنتاجية. فكرة كانت مهمة. جميلة، وكمان بتخلي يعني بتقرب المواطن البسيط، الفئات محدودة الدخل، إحساس المواطن بإنه بقى فيه يعز عليه. كان زمان عندنا فكرة إنه إذا ده صنع في مصر فبترميها وبتفكر في المستورد. لما لقيت الطريق متاح ليك في إن الصناعة المصرية شكلها جيد، خامتها كويسة، ابتديت سعرها تتحرك، كويس، ابتديت سعر تتحرك، وجودة وخامة، لأنك كنت يعني بالظبط بتستورد أسوأ الخامات والماركات والمستوردين كانوا بيلعبوا معانا. بالظبط. خليني اخد الاتصال اللي انا بالنسبه لي مقرب لقلبي، والده ساره. مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ صوتك جميل زيك وبيضحك، ربنا يكرمك، ده من فرحتي والله بكلامكم الجميل عن ساره. ازاي حضرتك استاذ كلامنا ابراهيم؟ جميل، ازاي ايه ده استاذ اقل ما محمد؟ يوصف عنك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا حضرتك يا فندم. اولا انا حابه اشكركم جدا 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 على اهتمامكم باولادنا من ذوي القدرات الخاصه، دي اكبر هديه ممكن هم ياخدوها فعلا بجد والله، هم ده بالنسبه لهم دي اكبر دعم في الدنيا. وده بيفرق مع اولادنا كتير قوي قوي. بصي، هم اولادنا كلنا، وخلينا نقول ده مش دعم، ده حقهم، وده اقل من حقهم. انتوا فرض وهم فرض علينا في المجتمع، محدش بيجامل، بالعكس دول فرض علينا، انتوا فوق راسنا، وكفايه انك وصلتينا لحاله الطاقه الايجابيه والسعاده دي واحنا بنكلمك. والله يا فندم يعني فعلا هقول لحضرتك حاجه، انتوا اللي بتدونا يعني دفعه وامل ان شاء الله اولادنا يوصلوا لكل حاجه حلوه، وان هم ان شاء الله باذن الله هيكونوا حاجه كويسه في المستقبل وما يقلوش ابدا عن اي حد من يزيدوا. اقرانهم. عايز اقول لك على حاجه، انت يعني لما شفنا الصور، حتى زمايلنا في الاعداد شافوا الصور، ساره خطفت قلوبهم. انا عايز ربنا اسالك يكرمك يا بقى، فندم. انتي ازاي بدأتي، ازاي بدأت مع سارة ان انتي تعلميها الموسيقى؟ احكي لنا كده التجربة من الاول. بصي يا فندم، هي طبعا سارة الحمد لله رب العالمين كفيفة من هي كام سنة الاول؟ هي سارة الحمد لله 7 سنين دلوقتي الحمد لله. 7 سنين ما شاء ربنا الله، ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يبارك في عمرك. وسارة الحمد لله اتولدت بدري وده أثر عليها، فبقت الحمد لله يعني طفلة كفيفة من الولادة يعني الحمد لله. أنا آسف، اسمك إيه؟ يسرى، يسرى عادل. كملي يا يسرى. ربنا يكرمك يا فندم. فبعد كده طبعا يعني بعد فترة العلاج وكده عرفنا إن كده خلاص الحمد لله يعني. بعد كده وسارة عندها حوالي 4 سنين، يعني كنا بنحاول نشوف لها حاجة تشغل وقتها كطفلة بتلعب وكده، فكان عندها من ضمن الألعاب أورك كده صغير بتعزف عليه، فما شاء الله لقيناها هي مع نفسها بتحاول تقلد أغاني الأطفال اللي بتسمعها على الأورك ده، تجرب تعزفها لوحدها تماما. فطبعا كانت مفاجأة جميلة جدا لينا، حسينا إن ده بالنسبة لسنها حاجة حلوة قوي.
فبسم الله ما شاء الله بعد كده لقيناها بتجرب تقلد يعني تعزف اغاني بقى الاغاني العاديه بتاعتنا بتاعت الكبار واغاني تعزف صعبه لوحدها من غير تعليم، هي اللي بتعزف لوحدها. بالظبط يا فندم، بتقعد تسمع الاغنيه وتجرب كتير لغايه لما تلاقيها بدات تجيبها. في الاول كانت بتجيب مثلا مطلع الاغنيه بس، تجيب جزء منها، بعد شويه ما شاء الله يعني لما بقى عمرها 5 سنين مثلا بدات ممكن تعزف اغنيه كلها على بعضها. حاجة وديناها بقى للفنيين او دخلنا في متخصصين. الطريق بقى الرسمي ولا لسه؟ اه والله يا فندم بص حضرتك، احنا حاولنا طبعا طبعا التعليم بالنسبه لساره مختلف لان هي طبعا ساره كفيفه، طريقة فمعظم البرايل لسه موجودة ولا انتهت؟ لا البرايل طبعا في التعليم اساسي. ساره الحمد لله في الصف الاول الابتدائي في مدرسه النور بنات عندنا في اسكندريه، وطبعا طريقه البرايل هي الشكل الاساسي والرسمي عندها في تعليمها. لكن الموسيقى ان هي تتعلم نوته برايل دي لسه بالنسبه لسنها حاجه كبيره، صح، يعني على قد سنها مش لسه مش تقدرش احنا تتعلمها كان دلوقتي. عندنا قيمة الفنان الراحل عمار الشريعي. الله يرحمه طبعا اه يغفر له ويسامحه. ففكرة التعليم بالنسبة لسارة مختلفة ان هي بتحاول تعتمد اكتر على السماعي دلوقتي، ان هي تجمع الاغنية عن طريق ان هي تسمعها وتحاول تعزفها. فاللي فرق مع سارة اكتر كمان ان احنا الحمد لله رب العالمين لما بدأنا يعني لقينا كده بدأنا نحاول ان احنا جبنا لها مثلا اورج كبير بقى في البيت بحيث يبقى يعني عندها امكانية احسن تعزف. عندي أسئلة كتير ليك، أنا آسف. لا يا فندم تحت امرك. سارة عندها أخوات؟ اه الحمد لله عندها اخت اصغر، مريم اصغر بسنة واحدة الحمد يعني هي لله. الكبيرة؟ اه سارة كبيرة ما شاء الله، الحمد الله لله الله أكبر. ربنا خد يبارك لها بتتعاملي يا معاها جمال. بتتعاملي معاها إزاي؟ بصي يا فندم هو التعامل يعني هقول لحضرتك حاجة، انا بتعامل ان سارة ما عندهاش مشكلة، ولو قلت لحضرتك ان احنا يعني الحمد لله خدنا فترة تأهيل في الاول ازاي اسف هي بقطعك تعلم. كتير، اه انت يا فندم خريجه ايه ومتعلمه ايه؟ هو انا يا فندم بكالوريوس كلية العلوم، انا كيميائية يا فندم، بس طبعا حاليا يعني في البيت طبعا متفرغه عشان لبناتك، بالظبط كده. ربنا يخليهم لك. انا الله يبارك في حضرتك يا رب. فسارة بعد طبعا لما بدأنا نعرف ظروفها فبدأت اتعلم من ناس كتير جدا الحقيقة ازاي نتعامل ازاي كده، لان طبعا اكيد ده يعني التعليم في الحكاية دي مختلف شوية. فوصلت لنتيجة واحدة ان هي كل ما هنتعامل معاها ان هي طفلة عادية جدا كل ما النتيجة هتكون أفضل، صح، وهم فعلا ما ينقصهمش أي ما شيء ينقصهمش خالص حاجة، نهائي. صح. فالحمد لله رب العالمين احنا بنتعامل مع سارة ما طب عندهاش مشكلة. أسألك سؤال أخير، اه يا فندم تحت أمرك. حاسة إنه سارة واخدة حقها في الدولة كامل؟ بص حضرتك الحمد لله رب العالمين الوضع أفضل من الأول بكتير، يعني أنا هعدي لحضرتك برضو مثال. كانت في البدايه انا كنت مثلا بحاول اروح اماكن عشان تعلم ساره مثلا موسيقى او تمام، رياضه او فكانوا اي حاجه بيرفضوا الأول. بالظبط. النهارده لمجرد النهارده بدا الموضوع يبقى فيه تقبل اكتر شويه، طبعا اكيد بقى فيه ناس اكتر ممكن تساعد عندها استعداد تاخد خطوه حتى تجرب. يعني انا في الاول كنت بتحايل فعلا على اماكن معينه عشان اقول لهم طب بس اسمعوها هي عندها الموهبه يعني هي ربنا كويسه يخليها ممكن. لك. و انا عايز بقى اقول لك على حاجه، يعني دي نصيحه، الموهبه دي لازم نكبرها ولازم نستغلها، لازم الفتره اللي جايه تتعبي شويه وتشوفي حد متخصص أكيد يقعد معاها عشان نعمل لها تتطور، عشان تتطور إن نستفيد شاء الله. ونستغل الموهبه بتاعتها. والله يا فندم حاجه أنا عايزة أقول حاجه لحضرتك جميله، حاجة، الحمد لله رب العالمين والله يا احنا فندم ما ينفعش فعلا نسمع صوتها يعني أكيد نتكلم معاها؟ كنت لسه بكلمكم عايز طبعا اقول كده، يا ريت هي صاحيه دايما ولا نايمه؟ صاحية. لا لا ما أنا تديها لنا خليتها نسلم مصحية. عليها، أيوة مش عايزين عايزينك انت نكلمها اصلا. عادي يا سارة يلا كلمي يا عمو تعالي. ألو مساء الخير يا سارة، مساء الخير. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ في بنات بقى شاطرين يسهروا لحد الساعة واحدة عشان تكلمنا ابراهيم، عشان تكلمنا. كنت بقى احنا سمعنا، ازيك يا عمو؟ ازيك يا قمر؟ سمعنا عامل المزيكا بتاعتك تجنن. تجنن يعني كنت نفسك في ايه؟ كنت نفسي اسمع اغاني كتير قوي، انت ايه احلى اغنية هبلغ بتحبيها؟ ماما وخليكي تحفظيهم كلهم. انت ايه احلى اغنية بتحبيها؟ ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم. مش حاجات الله ناس عليك قديمة دي؟ الله عليك. فين الأغاني الجديدة؟
ماما مزعلاكي ولا كويسة؟ ماما كويسة معاكي، زعلانة منها؟ لا لا ما كويس. طب ربنا كويس، يخليها لك، ربنا وميرسي يخليها جدا لك. جدا يا يسرى ويا سارة. ما شاء الله عندها 5 سنين بس فعلا. ربنا يخليكي لماما يا رب يا سارة يا حبيبتي. انت ربنا يخليك محتاجة يا اي سارة. حاجة يا حبيبتي؟ ايه ما شاء الله. بس انت كنت بحب تسمع أغنية ايه؟ انتي ممكن تسمعينا ايه؟ انتي معاكي الاورج دلوقتي؟ هنخليكي تبعتي لنا اغنيه وهنطلب من ماما كل الاغاني وانتي تبعتيها لنا، اسمعها اسمعها على ثانية، عشان عندنا، اسمعها عشان ثانية. عندنا بس وقت طيب خلاص، البرنامج يا المرة محمد الجاية بقى سارة باذن ان شاء الله. الله المره الجايه هنستضيفك، انتي لازم معانا على هنستضيفك الهواء باذن الله. ان شاء الله. باذن الله يا حبيبتي، بشكرك جدا يا مدام يسرى، وبقول لك ربنا يكرمك فيها وتشوفيها افضل. اللي عايز بس قبل ما اروح للنهايه، عايز المشاهدين، لفت انتباهي قوي في يسرى لما تراجعوا الحلقة على اليوتيوب، شوفوا كمية الحمد لله اللي قالتها يسرى من أول المكالمة لحد ما نهت معانا المكالمة. قالت كمية الحمد لله يا محمد طب أنا ما على تخيلتهاش، التفاؤل الصوت أنا ما تخيلتش. دي حقيقة، كل دي حقيقة. كلمة بتردد بعديها الحمد لله. الرضا هو الأساس في الراحة في الدنيا. رضا وأمل وطموح، حاجات كتيرة جدا. فقدنا كتير جدا من متصليننا، بنعتذر لهم. الحلقة جريت النهاردة بدري بسبب العيد بس في حاجات مهمة، وزحمته، قلنا حاجات مهمة برضه، حاجات مهمة بس جدا. عندنا أكتر. أيوة دي خلينا حقيقة. نقول فقرة الستات ما نسيناهاش، للرجال فقط ومش للرجال فقط ما نسيناهاش، عندنا فيها كتير. الست والسوشيال ميديا عملت فيها إيه؟ ده شيء رايح له. هنتابع بعض على صفحتنا على الفيسبوك وعلى ارقامنا اللي موجوده دايما على الشاشه. بنعتذر لكل الناس ان الحلقه النهارده كانت جريت بسرعه، وكانت خفيفه وجريت مع الناس بشكل سريع، انما بنوعدكم ان الحلقه اللي جايه زي ما اتفقنا كل اثنين وخميس الساعه 12 هنكمل اكتر وهنبقى معاكم اكتر، انا ومحمد العزاوي مدير تحرير الجمهوريه. شكرا بشكرك يا إبراهيم، محمد أنا بشكرك إبراهيم على الحلقة الجميلة وتصبحوا دي. على خير وكل سنة وانتم طيبين.